تسير هذه السواعد بخطى ثابتة ومنتظمة وعزيمة وإصرار نحو تثبيت الأمن وترسيخ دعائم الاستقرار في ربوع وادي حضرموت بعد تأهيلهم في دورة الاستجداد، حيث نقلتهم من الحياة المدنية إلى العسكرية التابعة لقوات الأمن والشرطة بوادي حضرموت، والذي تزامن مع تدشين العام التدريبي والقتالي. نشد على أيدي الأخوة في الأمن ونهدف جميعا إلى تحقيق ترسيخ الأمن في ربوع الوادي والصحراء. هذا هو الهدف المشترك، سنسعى جميعا لتحقيقه ولتقديم كافة سبل الدعم للوصول إلى هذا المبتغى. 45 يوما خاضها هؤلاء المجندون تحت أشعة الشمس الحارقة، متلقين فنون التدريبات القتالية واللياقة العالية والتكتيكات العسكرية. فلذة الإنجاز والانتصار لا تأتي إلا بعد تصبب العرق في ميادين التدريب ليوفروا قطرة دم في ميدان القتال. الجاهزية القتالية، تلقينا خلال 45 يوما تدريبات عالية ومهارات قتالية، وتحولنا من الحياة المدنية للحياة العسكرية، وإن شاء الله تلقون حال خروجنا للميدان تلتمسون الأمن والأمان إلى كل المواطنين، وننشر هيبة الدولة ونرجع مؤسساتها بمعنويات عالية، وحسب ما قلنا بتعكس بإذن الله صورة أمنية ولوحة فنية أمنية جميلة على أرض الواقع، وإن شاء الله يكون تقليص من حجم الجرائم. تخرج العديد من الدفعات القتالية في المجال العسكري والأمني يؤدي إلى رفع كفاءة الأجهزة الأمنية وتوحيد جهودها للحفاظ على السكينة العامة ومصالح المواطنين وحمايتها من تطرفات ونزغات الأعداء الخارجة عن النظام والقانون، الذين يسعون بكل جهد إلى نشر الفوضى وإرباك المجتمع المسالم. لقد حققت الأجهزة الأمنية بجميع وحداتها مشاركة مع أديال في المنطقة العسكرية الأولى وفي جميع المديريات الخاصة بالذكر، البحث الجنائي ومكافحة المخدرات وشرطة السير وشرطة الدوريات وأمن الطرق وقوات الأمن الخاص وجميع الوحدات والإدارات الأمنية، لا نستثني أحدا، نجاحات جديرة بالإشادة والتقدير بمكافحة الجريمة في العام المنصرم حسب الإمكانيات المتاحة. رفض المؤسسات الأمنية والعسكرية بدماء شابة ومتدربة يحافظ على أمن وادي حضرموت من الاعتداءات الخارجية، فالمكونات المجتمعية الحضرمية ترفض كل دعوات التجنيد الخارجة عن إطار المؤسسات العسكرية التابعة للحكومة الشرعية حتى لا تنتشر الميليشيات وتتحول حضرموت إلى ساحات الغاب. فهمي برمادة، قناة سهيل، سيئون.